اجتهدوا واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه سائلة تقول: أنا زوجة ثانية وقد اتفقت مع زوجي ألا يعدل بيني وبين الأولى، وأنا مع 4 أولاد من الزوج المتوفى، هكذا اتفقت ألا يعدل أليس كذلك؟ نعم. والآن أريد أن أرجع عن تنازلي عن العدل، فهل يحق لي ذلك؟ أريد زوجي أن يقسم العدل أو كذا بين الزوجة الأولى وبيني، فهل هذا الأمر جائز مع العلم أنه عندما تزوجني تنازلت عن العدل؟ وهل إذا طلب زوجي الرفض بأن يعدل هل لي أن أطلب منه الفراق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الاتفاق؟ هذا اتفاق مشؤوم، لا يجوز الاتفاق هذا أصلا، من أصله منقوض، لأنه مصادم للنص الآمر بالعدل الذي أمر الله به الأزواج أن يعدلوا، وجاءت السنة في الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين أزواجه أو زوجاته، كيف لها أن تتفق؟ هذا اتفاق باطل، ولا يجوز لها أن تتفق عليه، ولا يجوز لها أن يجيبها، فهو آثم. يجب عليه إذا ما تزوج امرأة ثانية أو ثالثة أكثر من زوجة، 3 زوجات 4، أن يقسم بينهم بالعدل، يجب عليه أن يعدل، هذا حق شرعي مطلوب منه شرعا، ليس له الحق في القبول أو الرفض، أوجبه الله عليك كما أوجب الله عز وجل عليك إذا ما تزوجت امرأة أن تعطيها إيش؟ الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن إيش؟ نحلة، ولو أقل ما يكون، زوجتكها بما معك من القرآن. إذن هذا حق أمرك الله عز وجل به، حق له جل وعلا شرعه في كتابه، كيف له أن يتنازل؟ لا يجوز لها أن تطلبه فضلا أن تتنازل عنه، ولا يجوز له أن يسمعه فضلا أن يطبقه، فهي وهو قد اشتركا في الإثم. ما الذي يجب عليهما؟ التوبة إلى الله والندم على هذا الفعل والإقلاع عنه والعزم على عدم العود، كلاهما يلزمه هذا، يجب أن يعرفوا الحقوق التي لهم والتي عليهم. وكونه يرفض، إن رفض فهذا رجل يرفض أمر الله الذي أمره الله عز وجل به، كونها خطأت وقعت في خطأ لا يعني ذلك أن الخطأ يستمر، يجب أن يصحح. وهذا السؤال إن شاء الله يدل على رغبتها في التصحيح، أرجو أن يكون الباعث لها في هذا السؤال أنها شعرت بالإثم، لا أنها شعرت بحرارة طلبها الفاسد، ذاقت مرارة عدم العدل الذي اتفقت به معه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واضح؟ هذا هو. الله يهديه ويصلحه ويهديها ويصلحها ويهدي شباب المسلمين جميعا.